اذا متتبعي متتبعات قناه شوف تي في صباح الخير، تحيه للجميع مشاهدينا، عواشركم مبروكه متتبعينا. اليوم اخر يوم في بيع اضحيه العيد هنا بقلعه الصراغنه، يعني غادي نقوموا بواحد الجوله ونشوفوا اشنا هما الاضاحي اللي بقاو في السوق. مشاهدي قناه شوف تي في غادي تبقاو معنا في هذه الجوله الصباحيه برحبه المواشي او رحبه اضحيه العيد لهذه السنه في اخر يوم. غادي نشوفوا شنو هما الاضاحي اللي باقين في السوق وشحال الثمن ديالهم في اخر يوم لبيع اضحيه العيد لهذه السنه. على بركه الله مشاهدي قناه شوف تي في. شحال هاد الخير الشريف؟ شحال هاد الخير الشريف؟ نعم 32,000 ريال. إذن مشاهد مرحبا مرحبا، شحال هاد الخير؟ هذا خويا طاولة في 17 17,000 ريال. كي داير السوق اليوم؟ هاك هاك احكي لنا اليوم آخر يوم بالنسبة لرحبة المواشي، كي داير السوق اليوم بالنسبة للثمن؟ آخر يوم أخويا بالعواشر إن شاء الله غدا صباح العيد ان شاء الله كنقولوا السوق تغير اليوم شويه في السومه. شنو يتغير في السوق؟ نقص ولا زاد؟ نقص السومه شويه. يعني ناقص اليوم نقص الثمن على البارح؟ ناقص الثمن اخويا اليوم. البارح كانت السومه زايده شويه في الصباح. واليوم اليوم تبارك الله الخير موجود. الشارع قليل شويه. الشارع قليل؟ يعني الناس شرات؟ الناس شرات تبارك الله. السوق ناقص شويه اليوم في السومه. والحمد لله. الحمد لله الخير هذا تبارك الله. الحمد لله والله يسر لك ويبشركم مبروكه. الله يبارك فيك اخويا الله يحفظك. سلام. هذا شريتي ولا مازال؟ لا مازال. مازال ما شريتيش؟ مازال. دخلتي للرحبه؟ اي دخلت للرحبه. كي دايره الرحبه اليوم؟ زوينه زوينه الثمينه مزيانه. يعني ماشي بحال البارح؟ ماشي بحال البارح هذاك الشيء اللي عاودوا لينا البارح ماشي بحال اليوم. اليوم السومه زوينه وكاينه السلعه. كاينه السلعه تبارك الله اليوم. السلعه موجوده. السلعه موجوده وزوينه. الاثمنه هبطات على البارح. هبطات على البارح نعم اسيدي هبطات على البارح. القضية زوينة. إيوا الحمد لله ونتمنى وكل شيء إن شاء الله يعيد وكل شيء يشري وكل شيء يتكدى. حتى الدرويس عيد مبارك سعيد. شكرا. شكرا لك. شكرا. إذن كما قلت متتبعي قناة شوف تي في فآخر يوم لبيع أضحية العيد كنتواجدوا برحبة قلعة الصراغنة للمواشي في آخر يوم قبل عيد الأضحى. فعيد مبارك سعيد لكل متتبعي قناة شوف تي في ولجميع المغاربة اللي تبقوا معنا مشاهدينا في هذه الجولة نشوفوا شنو هما الأضاحي اللي بقاو اليوم في آخر يوم للبيع. كما قلت مشاهدي قناة شوف تي في فاليوم آخر يوم لبيع أضحية العيد فنتمنوا عيد مبارك لجميع المغاربة والأمة الإسلامية. شحال هذا الخير أخويا؟ شحال هذا الحولي؟ 74 ألف ريال. كما قلت متتبعينا فاليوم هو آخر يوم بالنسبة لبيع أضحية العيد. دير الشريف كل شيء بخير. كي داير السوق اليوم؟ تفضل معنا. السوق شويه أنا كما قلت مشاهدي قناة شوف تي في فآخر يوم لبيع أضحية العيد هنا برحبة قلعة الصراغنة. مرحبا شحال هذا الخير؟ الحولية اللي مطلوبة هاك هاك أخويا هاك دار لينا على الحولية. الحولية أخويا مطلوبة هاد العام ياك. كي داير الرحبة اليوم؟ حنا كنعرفوا آخر يوم البيع الأضحية كاين الثمن. كاين الثمن داكشي اللي على بالك. شحال واصلة الحولية؟ الحولية أخويا المليحة واصلة 40 42 42,000 ريال. اي 42,000 ريال. الحولية المميرة واصلة 30 32 على حسب بحال هاد الشيء هذا. اصبر اخويا شوف. هاد الشيء اخويا 30 اللي واصل. 30,000 ريال. 30,000 ريال. هاد الشيء اخويا واصل 36 لهنا. هنا 36,000 ريال 1800 ديال الدرهم مشاهدي قناة شوف تي في. كما قلت في اخر يوم لبيع اضحيه العيد هنا بقلعه الصراغنه
نشوفوا الاضاحي اللي باقين ونشوفوا يعني الاثمنه ديالهم. مرحبا تحية الكسابة. ايوا مزيان اسيدي. شحال هاد الخير اسيدي؟ شحال هذاك الحول؟ شحال هذاك الحول؟ لا لا ما كاينش 70000. عارف شوف الشريف فيه 70000. 70000 ريال هذا 70000 ريال. بارك الله. اذا المشاهدين 3500 ديال الدرهم. كسابة مساكنة بكرسين ديال عم الحاج 3500 ديال الدرهم. ونبقى العدس سلافنا هاكا الشريف هاكا هضر لينا على الحولي. انت انت كساب كي داير السوق هذا العام؟ هذا السوق السوق كله كيدي الجودة ديالو على الثمن. كيعيد السيد حتى ال 25 حتى ال 20 حتى ال 40 حتى ال 50 حتى ال 60 حتى ال 70. يعني كاينه 1000 درهم اليوم؟ لا 100000 ما كاينه. 1000 درهم 1000 درهم كاينه 20000 ريال كاينه 20000 كاينه كاينه 20000 كاينه. هذه الجوده قلعه سلاغنا الخلافنا الخلافنا. وتحيه للناس الخلافنا. يعني قلت لي هذا 70000 ريال. هذا الخلافنا هذا الخلافنا. تبارك الله. وتحيه للناس الخلافنا وتحيه لكل الناس القلعه جماعه سيد الحطاب. جماعه سيد مرحبا شريف. إذن كما قلت مشاهدينا فهذه هي الأجواء في آخر يعني في آخر يوم لبيع أضحية العيد. فكما قلت آخر يوم فهذه هذو هما الأضاحي اللي كيتواجدوا في السوق في آخر يوم قبل عيد الأضحى. تفضل معنا. اليوم احنا في اخر يوم لبيع اضحيه العيد. بالرحبه هنايا. واش كي دايره السلعه اللي موجوده اليوم؟ كاين ثمن وكاين السلعه مقليله وكاين ثمن. وهذا العام اخويا مساعد كساب بفعل كساب اخويا الحريفي ما كيدي والو في السلعه والو. كيشري السلعه غاليه اخويا ما كيديش فيها الرباح اخويا والو. يعني السلعه قليله؟ بس العقلينا بزاف والمواطن راه مكرفص اصاحبي راه زايده واحد 800 درهم. شوفوا لك اللي كاين. يعني 800 درهم اللي زايده هذا العام. 800 درهم حتى 1000 درهم في الحاوي اللي غلي. وشنو بان لك كاين شي اقبال في هذا اليوم هذا اليوم الاخر؟ كاين ناس راه بقاو دابا هادو الدراوش مساكن هما اللي بقاو حتى الاخر فهمتيني؟ الناس اللي ما عندهمش حتى هما اللي بقاو حتى الاخر دابا الناس هما راه تيجي. يعني الدرويش دابا هو اللي تيقلب باش يشري. والله يدير لنا وليهم شي تاويل اخويا. امين امين. الجميع. اللهم امين والله ما غيخليهمش بلاش ان شاء الله. اذا كما قلت مشاهدينا الله يبارك فيك. فهذه هي الاضاحي اللي بقات هنا بالرحبه رحبه قلعه سراغنا في اخر يوم لبيع اضحيه العيد قبل عيد الاضحى. انا كما قلت مشاهدينا ف كدير نامس شحال هذا الخير؟ 16000 ريال 800 درهم. إذا بغيتها الوليدة ب 16000 بزز باش باعها لك؟ باعها لي 800 درهم. 800 درهم انت شكون دايرو؟ راه الحرايفي اصاحبي. ياك الحرايفي مغلي السوق. الحرايفي هو اللي مغلي السوق. قولوا لي الطلاقة هو اللي مغلي السوق. ياك؟ أي نعم. وهذه البارح دايرة ب 16000. الطلاقة الطلاقة. يعني اليوم أخذتيها ب 800 ديال الدرهم. لأن المشاهدين 800 درهم 16000 ريال. انا رويشي وراه كنهضر مع هذه الثانيه الخطره. مرحبا كاينه الشريف كاينه الشريف كاينه الشريف ومرحبا والله الله يتقبل. والله لا زوين الله يتقبل. انا ديما كنجبدك. الله يحفظك. والله لا ديما الله يحفظك يا الشريف بارك الله فيك. المغرب وفوت المغرب كلهم الله يجعل بارك. واني هنا لا اله الا الله محمد رسول الله. صراحه نقول لك اصحابي لا اله الا الله محمد رسول الله. والله يكون مع الدرويش ان شاء الله. مين الفلاح اللي كاسب هذه؟ لقيت منه الحريفي اكثر منه اصحابي. ياك؟ ومالنا احنا الحريفيه ماني بغيت نكذب عليك. يعني الحريفي كيدي اكثر من اكثر من مول الكسيب. انا راه حرفتي الربيع حرفتي الخضره. هادشي كنعرف ليه ندخلوا العقل يعني. الرحمه كنجي لها الوليد قد هذا مع الوليد الله يرحمه قد هذا.
الله يحب الباس. امين امين. اذا المشاهدين كما شفتوا معنا فهذا الخير 800 ديال الدرهم، فكما قلت ف يعني في اخر يوم لبيع الاضاحي برحبه قلعه السراغنا. الله يجزيك بخير. نعم اش بغيتي دير فيني؟ لا ما بغيتيش. ما عندي باش نشري. الله يجزيك بخير. عندك النمره التليفون؟ عندي النمره. واخا هاك هاك هاك. اذا احيد لي الدراري مشاهدي قناه شوف تي في، اليوم معنا واحد المواطن، واحد المسكين، انسان ضعيف، تيقول ما لقاش باش يشري العيد لوليداتو. يعني تصادف معنا في الرحبه ديال العيد وتيقول انه ما لقاش باش يشري العيد لوليد. لا خلي لي الدراري، خلي بلا ما تبين لي الدراري. الله يجزيك بخير مشاهدي قناه شوف تي في، وهذه رساله لكل متتبعينا، رساله للمحسنين، رساله لذوي القلوب الرحيمه. غنخليكم مع السيد غير كيدور في الرحبه وتيقول انه ما لقاش باش ياخذ العيد. واخا احكي لينا سيدي اش اليوم انت كدور؟ انا عسكري يعني خارج. قدر شويه بالجد باش يسمعوك الناس. انا عسكري جندي خارج ما عنديش، ودابا كنترجى الناس يعني المحسنين باش يتعاونوا معايا. انا كندور بالرحبه ديالي انا وليداتي ومدام ديالي معايا، وكندور راني مأسف في ازمه عيد. الله يجزيكم بخير. لا اله الا الله. وممكن تقول الرقم ديالك التليفون اللي كيشاهدك وبيساعدك؟ الرقم ديالي وهو 06 82 77 30. عاودها 06 82 77 77 92 30. 06 82 77 77 92 30 30. مشاهدي قناة شوف تي في، كل متتبعينا كما شفتوا معنا هذه الحالة ديال هذا الدرويش اللي تيقول انه ما لقاش باش ياخذ العيد. اليوم حنا تلقيناه في رحبة المواشي بقلعة السراغنة. وجه لكم واحد النداء لكل المغاربة اللي بيساعدوا في رقم الهاتف ديالو، راه قلناه على المباشر. نتمناو ليه ان شاء الله التوفيق، ونتمناو ان شاء الله شي اذن صاغيه او شي محسن ولا محسنه اللي اتصلوا بهذا السيد ان شاء الله وياخذوا ليه العيد ديالو الوليدات ديالو. فالله ييسر لك الشريف. مرحبا الله ييسر لك. ونطلبوا الله يعاون المسلمين الله يحفظكم. اللهم امين سيدي. مرحبا. اذا مشاهدي قناه شوف تي في كما شفتوا معنا هذه الحاله الانسانيه اللي تصادفنا بها هنا برحبه المواشي بقلعه السراغنة. فنتمناو ليه ان شاء الله النداء ديالو يوصل لاحد المحسنين او المحسنات اللي غادي يتجاوبوا معاه ان شاء الله ويساعدوه في اضحيه العيد. مشاهدي قناه شوف تي في، فنتمناو التوفيق، كل التوفيق لجميع الناس، جميع الامه الاسلاميه لاداء هذه السنه. شحال اشتري؟ شحال هذا الخير؟ 24. لان كما قلت مشاهدي قناه شوف تي في، ف يعني في اخر السوق او اخر يوم في بيع اضحيه العيد، ف 1200 درهم. مشاهدي قناه شوف تي في. شحال هذا الخير؟ المهم على 32. 30000 ريال. هذا السوم الملك. مشاهدينا 1500 درهم. الان جاء رمضان العيد. كيداير السوق الشريف؟ احكي لنا السوق اليوم. السوق اخويا في المتناول يعني مزيان. مزيان؟ الخير موجود. الخير موجود، راه الانسان كل واحد كيتقاد على جهده. كاين اللي باغي الكبير، كاين اللي باغي الصغير، كاين اللي يعني داكشي راه في المتناول. هذه الايام اللي فاتت كان شويه التمام، يعني اليوم مرقف شويه السوق. اليوم شويه السوق نازل. ايوا ان شاء الله، وتنتمناو لجميع المغاربه وجميع الناس ان شاء الله يعيدوا عليك. نعم سيدي. عندك من الحد اليوم السوق هذه راه زوين. لورمان تبارك الله، الناس معيده ب 16 ب 14 ب 30 ب 40 قال جوج.
الحولي هو ب50 اللهم لك الحمد. الحمد لله. وهادشي اللي بغينا هادشي اللي بغينا هادشي اللي بغينا ان شاء الله. بغينا الغني يعيد والفقير يعيد ان شاء الله. ان شاء الله والله بلادنا راه فيها الخير والله يدوز علينا هذه المناسبه بالصحه والسلامه وبعد من هذا الوباء. عواشركم مبروك سيدي. شكرا شكرا. إذن كما قلت مشاهدي قناة شوف تي في، ففي آخر يوم لبيع أضحية العيد هنا قلعة سراغنا. شحال هاد المليح؟ شحال هاد المليح الشريف؟ 43,000. 30,000. تبارك الله. خير فهمك الله الحمد لله. أنا سيدي. 43,000 الحمد لله على حفظ الله. الحمد لله. كي داير السوق الشريف اليوم؟ الحمد لله الله يعيشك بالك. السلعه موجوده كل شيء موجود. موجوده يعني الثمن الثمن. مرخيص ما غالي ما رخيص والحمد لله على فضلو. وزنا مفضلو. يعني السوق في متناول الجميع. مزيان كل شيء كل شيء يدي مول 20 مول 30 مول 25 كل شيء يسري الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. مرحبا. خلي هذا وجهك حاجه قبل هذا. هذا الخير شحال؟ هذا 40,000. اذا 40,000 ريال مشاهدي قناه شوف تي في. كي داير السوق اليوم الشريف؟ مزيان مزيان. والثمن؟ ورخيص الثمن. الثمن رخيص. رخيص كيف يعني هذا مزيان ب 40,000؟ 40,000 ريال مشاهدي قناه شوف تي في. الله يبارك. اذا كما شفتوا معنا ف 2000 درهم تيقول هذا السيد. السوق ديالك السوق ديال الدوله. انا الشريف انا الشريف انا الشريف. كل ما بكره كاينه من 18 20 22 كاينه 60 كاينه 70 بالمية. يعني كاينه حتى 900 درهم 18000 ريال. نعم اسيدي كلشي هادشي اللي قلتي كاين. هذاك الشيء موضح كل ثمن كل حاجه والثمن ديالها. السلام عليكم. شحال هذا الخير اللي قدامك؟ هذا الخير اسيدي 45,000. 45,000 ريال. بجوج. بجوج. يعني 23 22 و500 الوحده. 22,500 مشاهدي قناه شوف تي في. يا ولد الدرويش. يا ولد الدرويش. ايوا انت الدرويش سوا عنده حقه. الدرويش سوا هو يدي اللي في رزقه. هو يدي اللي في رزقه. هذا الشيء اللي كاين. الله ييسر للجميع. ييسر الامور. الله يبارك فيك. إذن كما قلت مشاهدينا ففي آخر يوم من بيع أضحية العيد برحبة قلعة سراغنا. يعني كما كتشوفوا فهادو هما كاين الغلاء. شحال تخديتي هذا الخير الشريف؟ هذه 24 صح. 24,000. إذن هذا المواطن خدا ب 24,000. احكي لنا على السوق أسيدي اليوم. وكاين الثمن أصاحبي باين ما كاينش والو. ما كاينش الثمن ما كاينش الباين. باين ما كاينش كاين النقص. والثمن صافي اللي كاين. يعني اخر يوم ما بقاش البهايم ما بقاش البهايم والسومه كاينه. كاينه السومه. والله هزوا. اذا هذه 24,000 ريال. كسبيه هي اللي كسبيه. كما مشاهدينا اجي الشريف معنا اجي اجي هضر الشريف. 1200 درهم كما قال هذا المواطن فباش تقدم 1200 درهم وتيقول انه يعني اليوم في اخر يوم تيقول انه ما بقاوش يعني ما بقاش المليح ما بقاش الحولي. اه المليح ما بقاش ما بقاش المليح ما بقاش. كاع والثمن الثمن كاين. الثمن كاين زيت وخروفه. يعني الثمن اليوم كاين البارح واليوم. ايوا الله يصايب الجميع. بالنسبه للدرويش الدرويش غير تكرفس هذا العام ياك. يكون في العون. والله يكون في العون ديال الجميع والله ييسر الجميع. تفضل اشرف. ويا الناس تيشتكوا من الاثمان. كاين واحد الخصاص في الاعلام والدعم ديال الدوله. اي هذه حاله خاصه الناس ما تينتابوش ليها. الناس راه كانوا العصابه ديال الدوله ثلاث سنين تاكل في العصابه تيموتوا ليها البهايم. معاناه ديال العبد بزاف ديال الاشياء. الناس تيبانوا لي مع الثمن طالع وصافي. الثمن طالع عنا كلام يعني حتى الفلاح عنده معاناه ديالو عنده العلف غالي. الناس تيبانوا لي مع الثمن راه طالع وصافي. مرحبا مرحبا شريف. السلام عليكم. السلام. هاك يا شريف تخديتي ولا مازال؟ بخير ما تخديتش. كي داير السوق؟ السوق اسيدي زين.
السوق مزيان مزيانة في السوق والتعبين الثمان وكين الفودة والناس مكرفسة هنايا مع الفال الزراع والفصة والناس شكروها والله يعطيها الصحة الله يعطيها الصحة على التميز اللي كان للجودة اللي دايرة وما كاين كل خير ان شاء الله الله يجيب الصحه والسلامه للجميع والله يوكل للدرخه الله يوكلوا لي الصحه والسلامه واللي يغلى الله يوكلوا لي الصحه والسلامه وكل شيء رباح ان شاء الله الله يعطينا شي عام في اكتوبر جيد ان شاء الله الله يرحمنا الله يرحم فينا والله يعطينا الغيث ان شاء الله ويكون شي عام زين امين الله يكون شي عام زين تحيه لك الشريف عواشر مبروكه الله يعاون سعيد يبارك فيك السلام عليكم دينا كما قلت مشاهدي قناة شوف تي في يعني هادو هما الأضاحي اللي بقاو هنا بسوق الأضحية برحبة المواسي بقلعة أسراغنا كما تابعتوا معنا فكاين التصريحات ديال بعض المواطنين اللي يعني تيشتكيوا من 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 من, من ارتفاع أسعار أضحية العيد وكاين كذلك بعض الكسابه اللي يقولوا هذا الشيء كيرجع للألف الآلاف اللي هي كاين فيها كذلك ارتفاع صاروخي في الآلاف لهذه السنة مشاهدي قناة شوف تي في يعني تابعتوا معنا هذه الجولة الصباحية في آخر يوم من بيع أضحية العيد بقلعة أسراغنا شحال هذا الخير الشريف 28500 بارك الله إذن كما قلت مشاهدينا شحال هذا الحول يا شريف 44000 ريال بارك الله كي داير السوق الشريف اليوم السوق اخويا غالي شويه غالي السوق غالي غالي والسلعه اليوم كاين السلعه يا باش ما كاين السوق اليوم كاين الناس باش تخير ياك كاين الحول اليوم ما كاينش اليوم هاي الناس جاب بهم من هكا ومن هكا كاين بهم شويه والاقبال كي داير كاين الناس كيشريو اليوم كيشريو الناس كيشريو الناس وكاين فاش يتخيروا اليوم شويه كاين السلعه ايوا نتمنوا ان شاء الله كل شيء يشري وكل شيء يعيد وعواشركم مبروك الشريف تحيه لك اذا مشاهدي قناه شوف تي في فكما قلت في اخر يوم من بيع اضحيه العيد برحمه قلعه سراغنا فنتمنوا يعني لجميع المغاربه وجميع الامه الاسلاميه ان تمر هذه المناسبه العزيزه علينا بالصحه والسلامه وعيد مبارك سعيد للجميع مشاهدي قناه شوف تي في تحيه لكل من تابعنا على هذا البث المباشر تحيه لكل مشاهدينا اشحال الخير الشريف انا رجعت عندك الله يبارك فيك شحال هذا الخير 41000 كي داير السوق اليوم السوق اليوم كاين داك كاين الثمن كامل نص الثمن كاين الثمن مليح مليح ولكن جا من هذه عامين هذه راح الثمن جا هذه عامين كسر كذا يعني الكساب مكرفس الناس ما كنتش راه لا الشاري ولا الكسب الكسب راه تهضر معاه فكرة وخا يدير باش ما باعش الناس راه مخليه عندها والله اللهم امين وعيد مبارك إذن كما قلت مشاهدي قناة شوف تي في فما بقى لي إلا أن نودعكم خلال هذا البث المباشر